كيفكم؟ في كتير مرضى عم بيجوا بيشكوا انه عم بينسوا اكتر، ما عم بيتذكروا الاشياء زي ما كانوا. طبعا هالاشي ما له علاقة ابدا بالعمر، ممكن تصيب المرضى باي عمر او باي فترة بحياتهم. لازم احنا نعمل شوية فحوصات ونتأكد انه في معادن وفيتامينات بجسمهم طبيعية، لانه في دراسات اثبتت انه فيتامين B12 ممكن يأثر على الذاكرة. وفي حلول كثيره انه نعطيهم الفيتامين، منها المحلول الوريدي اللي ممكن نعطيهم فيه الفيتامين والمعادن عشان يحسن الذاكره ويقويها.